الرحمن الرحيم، معاك اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجاره السيارات. النهارده بالشرف ان احنا بنسلم عربيه سوزوكي فان اس زد سوبر بلس، العربيه الكامله كل شيء اللي بفضل الله اكتسحت السوق وما لهاش اي منافس دلوقتي في السوق. اي عربيه سوزوكي فان يعني اس زد، زيرو يعني اس زد بفضل الله. اخواتنا وحبايبنا اللي شرفونا اللي هيتعرف عليهم دلوقتي، اتعرف عليك يا باشا. حسين من الوراق. حبيبي يا عم حسين، احسن ناس. اول حاجه شرفتنا يا عم حسين. الله يخليك يا باشا. حبيبي، اول حاجه ايه رايك في معرض غصن الزيتون يا باشا؟ كويس جدا حبيبي، من ناحيه المعامله كمان. من ناحيه اي كلام مميزه جدا جدا يعني. انت عرفت طريقنا عن طريق ايه؟ الانترنت ولا الانترنت. حد خد عربيه وقال لك مثلا؟ الانترنت. عن طريق الانترنت نفسه انت كنت بتشوفه على الانترنت، جيت لقيته هنا في المعرض. هو تمام. ايه بقى اللي عجبك؟ ايه شدك في الاس زد دي؟ هي حلوه يعني، امكانياتها حلوه ونضيفه يعني. عربيه بفضل الله مش موجوده غير في غصن الزيتون بس، يعني سوزوكي الوقت يطور من نفسه بقى اس زد كامله يعني، كامله كل شيء، شاشه عرض امان ضد السرقه، فيها فوانيس ليد، جانت سبور، كاميرا، كل حاجه بفضل الله. هترخصها وتطلع تشتغل بيها على طول. ربنا يديك خير ويكفيك شر يا عم حسين. نتعرف بقى على اخونا اللي معانا. ابراهيم عيسى. حبيبي يا عم ابراهيم، اول حاجه انا نصيحه ليك في معرض غصن الزيتون حبيبي سعاده الباشا، ايه رايك بقى في المعامله بتاعت معرض غصن الزيتون؟ حلوه جدا. حد اثر معاك في اي شيء هنا؟ لا لا لا. العربيه بقى اللي انت واخدها ايه رايك فيها؟ وصف لنا الاس زد كده. لا الاس زد مميزاتها كتير، تكفى بس ان الريموت تمام يعني بيخليها ما تدورش، تقفل مكانها. ده سيفتي امان. السنسور كمان اللي بيرفع الازاز جامد قوي. ربنا ان شاء الله يديك خير ويكفيك شر سعاده الباشا، وما يكونش اول اخر تعامل ما بيننا يا سعاده الباشا. الناس بقى اللي هتشوفها اللي هتشوفك على الانترنت تنصحهم بيه وتقول لهم ايه عن معرض غصن الزيتون وعن السيارات اللي فيه؟ لا انت لو عايزين عربيات صراحه يجيبوا غصن الزيتون على طول. من الاخر سوزوكي يعني غصن الزيتون ارض الممنوعات. حبيبي سعاده الباشا، الف مبروك يا ريس، الف مبروك يا كبير، الف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، معاك اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون. النهارده الاستاذ ابراهيم بعد ما عملنا معاه لقاء اتفاجئنا ان هو صوته حلو جدا جدا جدا، وقلنا له ان هو يعمل لنا اي كوبليه عن معرض غصن الزيتون وهنسمعه مني دلوقتي. نسمع منك الكوبليه عم ابراهيم عن معرض غصن الزيتون. معرض غصن الزيتون بعون اللي بطل لحد ما بطلها، غصن الزيتون ده رقم واحد في مصر. الف شكرا يا ابراهيم، الف شكرا لك.